رح نحكي بمساحتنا الطبية اليوم عن مشكلة يمكن بيعاني منها كثير من الأشخاص وبالأخص السيدات، وهي هشاشة العظام، اللي يعني يمكن أغلب الناس بتقول إنه السيدات بعد عمر معين هي الأكثر عرضة للإصابة فيها. صحيح سلمى، واليوم هشاشة العظام واللي هي تعرف بترقق العظام، وكثير من الأشخاص ممكن يعانوا من هي المشكلة أكيد مع حدوث تغييرات بالبنية العظمية اللي عندهم، وأكيد هالشيء له آثار جانبية. وشو ممكن تكون هي الآثار على صحة الإنسان اليوم، وشو ممكن كمان الأعراض يلي بحس فيها الشخص لما يصاب بترقق العظام، ومن أي عمر ممكن يبلش هذا المرض أو المشكلة؟ خلينا نقول كثير من الأسئلة والاستفسارات، وأيضا رح نتعرف على طرق العلاج وأيضا طريقة التشخيص مع الدكتور خالد نمورة، وهو استشاري في جراحة العصبية وعضو مجلس البورد السوري لجراحة العظمية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. خلينا نبلش أول شيء نشرح أكثر للناس ترقق العظام طبيا شو هو، وهل فعلا هذه المشكلة هي مرتبطة بتقدم العمر أو لا؟ هلا تخلق العظام هو من الأمراض الشائعة إحصائيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لك تقريبا بحدود 30 مليون شخص مصاب بترقق العظام أو تخلق العظام، وحول العالم ما يزيد تقريبا عن 200 مليون شخص مصاب بترقق العظام. شو هو ترقق العظام؟ ترقق العظام هو عبارة عن نقص بالكتلة العظمية، بيترافق هذا النقص مع تغيرات ضمن البنية الهندسية الدقيقة داخل العظم، وخاصة العظم الإسفنجي بالنهايات بنهايات العظام الطويلة. بمرحلة ثانية بصير بجسم العظم، حتى جسم العظم بيتأثر، اللي هو العظم نسميه العظم القشري. هلا هي النقص بالكتلة العظمية ناتجة عن اختلال بالتوازن بين معادلة تكوين العظم وما بين عملية ارتشاف العظم. دائما العظم عند الإنسان بحالة استقلاب محددة مسيطر عليها بعدة عوامل، ما بين ارتشاف ما بين تكوين. هلا تكوين العظم مسؤول عنه الخلايا داخل العظم اللي هي بنسميها الاوستيوبلاست، الخلايا البانية للعظم، بتفرز مواد معينة بتساعد على إنشاء الكولاجين تبع العظم والمصفوفة اللي هي الميلات تبع العظم. بينما ارتشاف العظم مسؤول عنه الخلايا الكاسرة للعظم، هي الخلايا دائما تحت كنترول معين بعدة هرمونات بسيطرة الخلايا البانية للعظم، انه بشكل طبيعي بتلاقي الارتشاف مسيطر عليه تماما بهالعوامل هاي. وقت تخلق العظام شو بصير؟ بصير انه الخلايا البانية للعظم نشاطها اقل، الخلايا الكاسرة للعظم نشاطها اكثر، فبالتالي امتصاص اكثر للعظم وتخرب البنية العظمية. هلا تخلق العظام الشيء اللي بيلعب فيه نتيجة هالعوامل هي توازن الكلس مع الفوسفور بالدم. فأي اختلال بتوازن الكلس والفوسفور ضمن الدم في هرمونات بتسيطر على هذا الاستقلاب، ممكن يصير في اضطراب معين بهذا التوازن. الهرمونات اللي بتأثر على توازن الكلس والفوسفور بالعظم أو على حالة العظم هي هرمونات الغدة الدرقية، هرمونات جهرات الدرق، هرمون الكالسيتونين اللي بيفرز من خلايا سي من الغدة الدرقية، الهرمونات الإنسوية أو الهرمونات الجنسية للأستروجين الأندروجينات والكورتيزويدات أو اللي هو الكورتيزون. طيب دكتور، خلينا نتعرف أكثر على عوامل الخطورة وقت بينصاب الشخص بهذا المرض هشاشة العظام. إمتى بصير هالشي خطر على حياته وممكن إنه يصعب علاجه أو ممكن يؤدي لوفاته حتى؟ تمام. هلا تخلق العظام له أسبابه وله عوامل خطورة. تمام. هلا الأسباب له نمطين، هو إما النمط الأول اللي بصير عند السيدات بعد سن انقطاع سن اليأس أو انقطاع الطمس، غالبا بين 50 ل 70 سنة، يعني بعد انقطاع الطمس بحدود 5 سنوات ممكن يبلش تخلق العظام. هذا النمط الأول. النمط الثاني نتيجة تقدم بالعمر بصير بعد عمر 70 سنة تقريبا. هلا النمط الثالث اللي هو تخلق العظام الثانوي لامراض معينه، سواء امراض هرمونيه او استقلابيه او وراثيه او ما شابه ذلك. هلا عوامل الخطوره يلي بتلعب دور، عندنا نمط الحياه، إذا كانت نمط الحياة فيها كسل شوي، يعني ما في حركة، ما في تعرض للشمس، ما في أخذ كميات منيحة من الكلس من فيتامين د، بتلعب دور بهلا. التدخين، فرط الإفراط بالمشروبات الكحولية،
بيلعب دور بهالنقطة هاي. إذا صار عند الستات إنه انقطاع الطمس بفترة سابقة لأوانها يعني بعمر تحت 45 سنة، هذا عامل مؤهب جدا ليصير تخلخل عظام باكري بالنسبة لهالنقاط هاي. هلا في عوامل ثانية هي الأمراض، خاصة الأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي بيساوي سوء امتصاص الكالسيوم، أمراض الكبد، أمراض الكلية، الداء السكري خاصة النمط واحد بيساوي لنا تخلخل عظام. في إصابات ثانية اللي هي غالبا وراثية ممكن تساوي لنا تخلخل عظام نتيجة خلل معين بمستقبلات خاصة الحساسة عند السيدات الاستروجين بيساوي لنا ترقق عظام. وبالإضافة عند الأطفال في حالة معينة هي نقص العظام غير التام، حالة وراثية بتساوي لنا تخلخل عظام بعمر مبكر جدا عند الأطفال. طيب دكتور خلينا نحكي، ليش دائما السيدات هن المتهمات الاكثر اصابه بهذا النوع من المرض؟ هلا السيدات معرضين للاصابه لانهم بيجمعوا عده عوامل، بيجمعوا النمط الاول مع النمط الثاني. طبعا السيدات دائما في حمل، في ارضاع، خاصه اذا خلال الحمل والارضاع ما كان في اخذ كميات عاليه من الكلس مع فيتامين د، فبتلاقي انه اثناء تكون بالحمل الجنين بده كلس لحتى يتكون الهيكل العظمي تبعه، فبالتالي ببلش انحلال بهرمونات معينه انه بيعطي اول للعظم انه ينحل العظم، فبتلاقي هذا عامل مؤهب جدا لهالنقطه هي. السبب الثاني انقطاع الطمس. انقطاع الطمس هو من الأسباب اللي حكينا عنها إنه بيلعب دور كبير نتيجة نقص هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين شو وظيفته؟ هو بينفرز طبعاً من المبيضين عند السيدات. هرمون الاستروجين هو عامل مسيطر على الخلايا الكاسرة للعظم. يعني العظم حكينا بحالة استقلابية، في تكوين عظم، في ارتشاف. هلا وقت بيغيب الاستروجين بصير تواتر الارتشاف العظم وامتصاص العظم اشد من تكوين العظم، فنحن بنوقع بهالمشكله هالنقطه هاي. الشيء الثالث انه كل ما تقدمت السن السيده بالسن تدخل بالعامل النمط الثاني اللي هو بعد عمر السبعين، يعني بعد عمر السبعين بتجمع عاملين، عامل انقطاع الطمس مع عامل التقدم بالعمر. طيب دكتور ذكرت انه السيدات هن اكثر عرضه، ضروري يعني قد ايه نسبه الاصابه بهذا المرض بعد انقطاع الطمس عند السيده؟ هلا بعد انقطاع الطمس غالبا معظم السيدات اذا ما كانوا عم ياخذوا علاج صح من كلس، فيتامين د، ادويه خاصه بالعظم، اذا بلش ترقق العظام يعني بعد خمس سنوات ستصاب. يعني الواحد فيه يوقي حاله انه ما ينصاب بهذا المرض. طيب شو هي الاعراض يلي بتظهر؟ كيف انا بعرف انه عندي ترقق عظام بجميع المراحل او الانماط؟ خلينا نقول تمام. هلا ترقق العظام بشكل عام، تخلخل العظام كتخلخل عظام اوستيوبوروزيس، هو غالبا ما بيساوي اعراض. الاعراض اللي بتصير وقت بيحدث كسر أو بداية الكسر، بصير ألم بالمنطقة اللي بده يحدث فيها الكسر، فخطورة تخلخل العظام هي التعرض للكسور. وبمر بمراحل، مرحلة نقص العظم اللي هي الأوستيوبينيا قبل ما يوصل لتخلخل العظام. شو هي الأوستيوبينيا؟ هي البنية العظمية، بتكون الكتلة العظمية ضعيفة بس التحجبات ما فيها مشاكل كثيره بالهندسه تبعها، ما فيها انسقاب بجدران الحجب اللي موجوده داخل العظم. المرحله الثانيه تخلخل العظام، هي الجدران اللي بتكون العظم خاصه بالعظم الاسفنجي ببلش انه تنسقب، بتبلش انه المسافات تزيد بيناتها، فبتدخل بمرحله تخلخل العظام. هلا كيف نحن بدنا نشخصه؟ بنشخصه نحن غالبا عن طريق شيء اسمه ديكسيا او قياس الكثافه الاشعه السينيه بالطاقه المزدوجه، او الكثافه العظميه بشكل عام، معروفه انه كثافه عظميه. تلين العظم او نقص العظم اذا كان عندنا في درجات معينه للكثافه، مشعرات معينه، اذا نفس كان الترقق دكتور، نفس الترقق تلين، نفس الترقق لا لا. نقص العظم الاوستيوبينيا هي المرحله قبل التخلخل. في شيء ثاني اسمه تلين العظام اللي هو ناتج عن نقص فيتامين د عند الكبار بالعمر، عند الاطفال اللي هو الكسع. ففي فرق بين نقص العظم، في فرق بين تخلخل العظام، في فرق بين تلين العظام. تلين العظام سببه نقص فيتامين د والتعرض للاشعه. فبقياس الكثافه
العصبيه في مشارات محدده الى قيم محدده، فهي القيم اذا نقصت عن حد معين، خاصه نحن بنساويها بالفقرات القاهريه، الفقره من الثانيه الى الخامسه او بعنق الفخذ والمنطقه بالمدورين بمنطقه الورك، هي المشعر هذا هو اللي بيعطيني التشخيص ل اذا في تخلخل عظم او في نقص عظم بالنسبه للقيم الطبيعيه. طيب دكتور خالد، خلينا نقول في كثير اشخاص بيحاولوا انه هن اذا عندهم عوامل خطوره من اللي انت حضرتك ذكرتها انه يعملوا فحوصات دوريه لحتى يعرفوا، يعني مو شرط ينصابوا بكسر ليعرفوا انه هن عندهم هشاشه عظام، ممكن في فحوصات دوريه منها مقياس كثافه العظم. امتى بتنصح ان كان للسيدات كل قد ايه لازم، طبعا بعد عمر الخمسين مثل ما انت قلت، كل قد ايه لازم تعمل هي الفحوصات، وهل في طريقه للوقايه من الاصابه او لا؟ تماما. هلا بالنسبه للحالات انه نحن كيف بدنا نساوي وقايه بالنسبه لهالنقطه هي، او شو لازم نساوي؟ اي مرض استقلابي او هرموني او نسائي او بامراض سوء الهضم، سواء سوء امتصاص او امراض معينه بالجهاز الهضمي اللي هو مسؤول عن امتصاص الكالسيوم، لازم مراجعه طبيب معين، والطبيب هو بيشخص الحاله بشكل معين او بشك بشيء معين، بيطلب فحوصات معينه، الكالسيوم، الفوسفور، فوسفات عصبيه، اذا في اضطرابات هرمونيه بيقدر، فخلال هالمعرفه هي بيقدر نحن قبل ما نوصل لمرحله انه يبلش نقص العظم او تخلخل العظام بالنسبه للنقطه هي. اثنين، نمط الحياه، يعني يفضل الابتعاد عن التدخين اذا نحن بدنا نساوي وقايه، الابتعاد قدر الامكان، الابتعاد عن المشروبات الكحوليه، السيدات خلال الحمل والارضاع يجب اخذ فيتامين د مع كالسيوم بشكل منتظم شبه يومي. الشيء الثاني انه نمط الحياه، لازم يصير في حركه، لازم في رياضه معينه، هي بتزيد من تمعدن العظم. فعند الشك وقت بصير في الم حول المفاصل او الم معمم بالجسم بال 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 بالعظم او تعب بالعضلات او ضعف بالعضلات او بتلاقي فعاليه الانسان شوي اختلفت، فهون لازم راجع انا طبيب انه شو السبب انه انا صار عندي هالتعب هاي. مثل ما حكينا تلين العظام هو بيعطي اعراض عظميه، الام معممه، بيعطي ضعف بالعضلات، بيعطي تعب، بحس الانسان دائما انه انا تعبان انا تعبان انا تعبان، فهون مرحله تلين العظام. لندخل بتخلخل العظام مثل ما حكينا، تخلخل العظام الا اذا كان موضع بمنطقه محدده حول المفصل، في اسباب كثيره بتساوي لي تخلخل العظام اللي هي ثانويه حول المفصل، منه التهاب هشاشه العظام العابره، هي بتصير عند الرجال بمنتصف العمر او السيدات بالثلث الاخير من الحمل بتساوي هالنقطه هي. ميزتها هي انه مجهوله السبب، بس انه بتزول بعد اسبوعين ثلاثه بتروح منه. هلا هي الكثافات الموضعه ما لها مشكله علاج، بس نحن ترقق العظام او تخلخل العظام المعمم هو اللي بيساوي لنا مشاكل. وخطوره تخلخل العظام مثل ما حكينا هي حدوث الكسور، خاصه بمنطقه عنق الفخذ. شو بيساوي لنا تخلخل العظام اذا دخلنا بهالمشاكل هي؟ جودة الحياة بتختلف، نمط الحياة بتختلف، نسبة الوفيات بتزيد عن الحالة الطبيعية 20%، خاصة إذا حدث الكسر بسبب تعرض للعمل الجراحي، بسبب اختلاطات الكسر أو ما شابه ذلك. أكثر شيء بيأثر طبعا تخلخل العظام مثل ما حكينا على العمود الفقري، العمود الفقري بصير انهدام بالفقرات، بيساوي لنا إنه حدب، انحناء بالظهر، بيساوي بالورك او كسر الكعبله البعيده، كسور محدده. فنحن قبل ما نوصل لهالمراحل هي وندخل باشكالات اللي هي الشيء المخيف اكثر بترقق العظام او تخلخل العظام، حدوث الكسور، لازم نحن ننتبه على طرق الوقايه. فمثل ما حكينا السيدات الحوامل او المرضعات او يلي عنده ادمان منيح على الكحول او التدخين، يخفف قدر الامكان بالنسبه لهالنقطه. اثنين، اي الم بالورك او العمود الفقري، خاصه بالنسبه للاعمار
السيدات بعد انقطاع الطمس او الرجال بعد عمر السبعين سنه سواء رجال او سيدات، اي الم بمنطقه المفاصل راجع طبيبا، لانه ممكن يكون بدايه كسر، خاصه الكسور الجهديه ما بتبين مباشره على الصوره الشعاعيه، بتعطي الم، بتعطي عرق، بتعطي ضعف حركه، الطبيب قادر انه يشخص الحاله هاي ويتدخل قبل ما يصير الكسر بشكل كامل، اما تثبيت وقائي او بعلاج دوائي او مشابه ما شابه ذلك. طيب دكتور خلينا هيك ما بدنا نقطع الأمل، لأنه هو مرض كتير ممكن خلينا نقول عنه خطير، لأنه سبل العلاج يمكن ما تكون كتير آمنة أو واردة أو نتائجها إيجابية. اليوم ما شو في طرق للعلاج ممكن أنه تشفي هذا المرض نهائيا أو تخفف منه؟ هلا بالنسبة للعلاج، نحن تخلخل العظام بشكل عام له نمطين من العلاج. طبعا العلاج غير الجراحي اللي هو العلاج الدوائي، مثل ما حكيت من شوي انه تغيير نمط الحياه مهم جدا، الحركه، التعرض للشمس، اخذ كميات منيحه من الكالسيوم، الكالسيوم موجود بمشتقات الحليب، مشتقات الالبان، موجود بالفواكه، موجود بالخضار، فضروري جدا ناخذ الادويه هي، عفوا هالمواد هي. هلا في حال بلش عندنا تخلخل عظام بدنا ناخذ كلس، بدنا ناخذ فيتامين د، في ادويه خاصه لتخلخل العظام الى طرق استطبابات محدده بناء على قياس الكثافه العظميه اللي حكينا عنها وقت بنشخص ترقق العظام. اذا النسبه مثلا كانت نقص عظم، يعني القيمه تي بين ناقص واحد وناقص 2.5، هون بعطي الكالسيتونين. الكالسيتونين هو بيظبط الخلايا الكاسره للعظم، وهو هرمون مثل ما حكينا طبيعي موجود بالغده الدرقيه، بالخلايا موجوده جانب الغده الدرقيه، وموجود حاليا صناعيا بشكل بخاخات او بشكل طبعا. يعني قد ايه نسبه الشفاء تقريبا دكتور بالنسبه لترقق العظام؟ ترقق العظام في فكره انه نحن قمه الكتله العظميه بصير بعمر 30 سنه، بعد 30 سنه سنويا 2/10 3/10 من كتلة العظمية تكتشف أو تمتص. هلا بعد سن اليأس أو انقطاع الطمس هي النسبة بتزيد ل 2-4%. فكلمة شفاء لتخلخل العظام بصراحة ما بصير شفاء، وإنما بصير تحسن بالكتلة العظمية. وهون السبب إنه نحن إذا سوينا وقاية لموضوع تخلخل العظام، أفضل ما نوقع بمشكلة تخلخل العظام يلي أنا ما بيعطيني شفاء كامل. كل الأدوية اللي بنعالجها بتخلخل العظام ما حتعطي شفاء كامل، ما حترجع البنية العظمية لوضعها الطبيعي، ولكن إنه أنا بسيطر إنه حسن من الكثافة العظمية، كثافة التمعدن بالعظم، حسن من الكتلة العظمية، ولو بنسب خفيفة بس للوقاية من حدوث أي كسر. يعني معلومات مفيدة، شكرا كثير لك دكتور، نتمنى للكل طبعا الشفاء إذا عندهم أي نوع من أنواع الإصابة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، وأكيد نتمنى السلامة للجميع.